وبنوصل الى اخر محطه اليوم بعالم الصباح فعليا لحتى يقدر الشيف عبد الله ما بعرف شو بحبته يعمل. عن جد صاروا ثلاث ارباع الوصفات بشهوا بجننوا مقدمين قدامنا، انما اكيد بعد عنا 10 دقائق لحتى سوا نخلص اخر التفاصيل. يعني واحد بيعمل دسار بيشتغل بالطحين وبيلبس اسود شو بيصير فيه؟ يا عين يا عين. طيب لكن مثل ما قلنا الهيطلية قدمناها، الغريبة عملناها قدامكم كمان وقدمناها، والجاتو والجاتو هلا بدنا نعمله. ويل 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 يلا لا 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 شو هلا حناخد من الزبدة بحاجة لمساعدتي؟ لا 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 لأنه رح يصير مثلك إذا قربت. ما هيدا العتلان لأنه أنا كمان فمش هيك. لا حناخد من الزبدة، شو هعمل على الزبدة؟ حط عليها من القهوة مرعى قهوة. قهوة ولا قهوة؟ يعني قهوة مرضبين ال اوكي انستنت كوفي يعني. اف كثير قوي هيدا. طيب بين ما تذوب عنا شو عنا؟ عنا زبدة، عنا سكر بودرة، بيكنج باودر، عندي من الفانيلا، من القهوة أكيد اللي استعملناها، من الطحين، من البيض والحليب. اللي حاجينا نعمله هناخد الزبدة ونضيف فوقها السكر البودرة والسكر العادي. يا منشوف كيف الزبدة ريحتها صارت على قهوة. منيحة زبدة على قهوة. عظيمة. عم بقول أنا على بكرة شو كنت عم شم. ايه شفتي ما قلت لك، قلت لي كراميل، قلت لك ايه. يا أنا نجي منضيف عليهم سكر البودرة اللي عندنا. شي كثير قوي. هيدي الباز رح للجاتو؟ هيدي الغلاف اللي غلفنا فيه. أوكي. الجاتو اللي عنا حنتركهم على النار شوي. بس قبل ما نتركهم شو بدنا نعمل؟ حنزيد لهم شوي من المي. بس مي هي تنقوز هوني؟ ايه تنقوز تنقوزي. بس ما مسكرة كيف بدها تنقوز؟ طيب بتشوفوا صار عندي مثل كراميل، حادركه بعد يسخن شوي قبل ما فضيه ويبرد لاقدر ارجع استعمله. حادركه على النار نشوف صار عندنا مثل الكريم او مثل الايسينج اللي نحن حطينا. شو حطينا هون؟ حطينا الزبده وحطينا السكر. مثل ما قلت لكم السكر البودره مع شوي من السكر خشن. هلا صار وقت نضيف البيض ونرجع نضربهم ضربتين. بهالوقت بنضيف الفانيلا. بدك اياه هون يغلق كثير؟ لا يلا لازم يعقده يعني؟ حنجيب صحن. يلا نجيب هيدا لنفضي. طيب هيك صوص الكراميل عنا ما صار جاهز بعد. بس بقول لك ليش؟ ليش وبعد ما شو بدنا نعمل بعد؟ بدنا ناخذ بعد من السكر البودره ونزيد. بس بنزيد على البارد. هلا بتفرق؟ بتفرق انه انا ما بدي اياه يصير عندي ناشف كثير على النار. اوكي مشان هيك حط له اياه هون على البارد ملعقه صغيره حتى ما يسكر معي الصوص. اوكي اكيد الصوص لازم يبرد مثل ما قلت. حنتركه على جنب. شو حنجي؟ شو صار عندنا هون؟ حنفضي نرجع جوانب
الزبدة والسكر اللي عنا. نجي نضيف البيكنج باودر وبدنا نضيف القهوة اللي استعملناها بالصوص. شو حضيف فوقهم؟ كوب من الحليب السائل. لكن حطينا تقريبا كل المواد اللزجة، بضل عنا لطحين. لطحين هلا منضيف الطحين اللي عنا وبنحرك المكونات. بس لورجيكم الغريبة اذا ما لحقنا انها تستوي خليها والله حخليها عنا وقت انه كيف بتصير مشققه على الوجه وكيف السكر البودره بيعمل مثل هيدي الكوش الكريستال عليها من فوق. اوكي؟ يا هنعير لها نرجع نشيلها بس تخلص. قد ايه بعد وقت؟ نشوف كيف صار عنا مزيج. لنبلش فك هيدي شوي، نرجع ننزل كل شيء مجمع عنا من المكونات. بأي قالب بدكم فيكم تستعملوا المزيج اللي عنا. أنا اللي عامله عندي قالب حاطط له من الزبدة وشوية طحين وكتير طحين على المريول يا قد ما بدك. هنشوف انه الصوص اللي عنا ما مفروض كتير تجمد هلا بعد. لا بعدنا نحن بدنا نحط لها بعد من السكر. هي بتجمد بس تبرد. اذا بتشوفي كيف صارت شفتها نحط لها بعد بقوة سكر البودرة. عشو كانت هبة عبكرة عم تحكينا؟ ما كنت سامعة. انا ما كنت حسيت انك ما كنت سامعة. كيف ما كنت عملوا سكور وخففوا ما بعرف شو حالي حالي. هذا الخليط اللي عنا شفنا كيف صار لونه فاتح، يعني صار لونه على كراميل، بس هو مش كراميل، هو قهوة. قهوة بس حلو مع زبدة. بنشوف الخليط اللي عنا كيف اخذ لون الكيك من القهوة اللي بقلبه، وريحة كتير حلوة لمحبين القهوة اكيد. يعني هيدا الكيك الصبح ما بتعطش قطعة واحدة قال بس قطعة تغنيك عن الكباية وعن الصحن وعن كل شيء. نرجع مننزل كل المواد اللي عنا. دهنت شبك على القالب، هيدا حتى عليه زبده ومغبرينه من الطحين، يعني حاطين عليه من الطحين. نيجي منفضي عظيم. حتى اللي ضلوا عنا شو حاعمل فيهم؟ ف
قالب ثاني فضيهم بجات صغير قالب ثاني لا ما بيعملوا قالب برجع بعملهم اذا بدي كب كيك كمان okay. مضبوط كب كيك القهوة ما في شيء بيروح دعان يعني لا اكيد لا خصوصا اذا جاتو يعني انه بدي يروح دعان اذا عندنا قالب ثاني عم تمزح اكيد بيمشي الحال بس ما عندنا قالب صغير يا اهم شيء نمسح كمان من هذه الميله ما بنعبي القالب دائما بنخلي مقدار اصبعين لانه البيكنج باودر والمواد اللي بقلبه شو بده يعملوا البيض بدها ترفخ فحنجيب عندي سيليكون يا عندي هيدا القالب تنعبيه لنعبيه كمان عزيم بس هلا صار بدها ملعقه يا السيليكون فيكم ترشوه سبراي باتر وفيكم ما ترشوه شيء لانه بس يبرد بيرجع دغري بيقبع بيقبع لحاله شو صار عنا بالفرن يا غدا؟ ايه نسينا الفرن لا ما نسينا ما نسينا معايرينه بس امرار بيفاجئنا الفرن شوي يا مش كثير بعد بدهم نكزه نكزه يعني اذا بدنا اياهم يحمروا شوي مثل هول ما هيك؟ ايه نكزه صغيره هلا هو المفعول الغريبي بس تشيليها من البر من الفرن تتركيها فتره ربع ساعه بتقسى من برا اوكي يعني نحن ما بنعطي الهم بهيدي الطريقه مصرة تفوتيها على الفرن ايه شو لك مين بده يضلوا هون هلا الساعه هلا قد ايه بدها بدها وقت كثير بدها تقريبا 18 دقيقه مش ظابطه درجه حراره لكن على البراد مش على الفرن ابدا لا هلا الشباب بيشيلوها يلا على البراد على البراد؟ ايه ايه اكيد على البراد لبكره طيب بكره ما انت وعدتنا الترويقه هون طيب حتفوت على البراد مثل ما انت بدك يلا حفوت قد ايه بعد معنا وقت؟ بعد عنا دقيقتين ونص لكن بكون بكره يا سبع اذا انتم هون قولوا للشيف ايه يخبز هاي اوكي وفي لكم هيطاليه كمان خلص وسام هون يا موجود من بكره خلص كله كله اندر كنترول ما تعتلهم ايه ايه لكن نرجع نعمل ريكاب على السريع يلا تفضل بلشنا نهارنا ترويقه الفول مع البصل ورب الرمان وعملنا الفول مع الفاصوليا دمجنا نوعين رجعنا هلا اخر شيء قدامكم عملنا كيك القهوه وعملنا الصوص تبعيته كمان على البراد كمان على البراد حتفوت بس لنورجي العالم كيف بتكون الخبريه بتحطوا الصوص وبس تنزل تعمل على الجوانب تعمل جليز هيدي الخبريه حتى لنذكر اذا فاتت على البراد ممكن نجمد فبكره شو 30 ثانيه بالمايكروويف ترجع يمشي الحال حاضر وشو عملنا كمان الغريبه بعدهم بالفرن يلا هنقول فرن كرمالك 30 ثانيه لانه في عندنا غريبه طيب ما بيحصل لا انه نسيناهم لا لا ما نسيناهم اوكي عملنا الغريبه بطريقه جديده بجوز الهند اللي هي جايه الغريبه جوز الهند جاي من مطبخ المغربي شوي غير الغريبه السوريه او لانه نستعمل فيها بنعرفها. او نعرفها نستعمل فيها السمن الحموي اذا بتشوفوا استعملنا فيها من الزيت ورجعنا عملنا الهيطاليه فينا نعملها مثل ما شايفين جات نسكب منه وفينا نعملها كاسات صغار ومثل ما قلت لكم شو بدكم تزينوا فيكم تزينوا فيكم تزينوا حتى اسكبتا بقوالب سيليكون ورجعنا فضيناها وطلعت عنا هيدا الشكل هون بهيدا الشكل اوكي شو فرقت؟ اشطاليه وهيطاليه مع بكره عم بيقولوا اشطاليه اشطاليه وانت تقول لهم هيطاليه هيطاليه انا ما حافظها هيطاليه هلا فينا نحن ناخذ هيدي الكاسه ونحط قشطه كمان فوقها كمان قشطه لكن عملنا وصفه اثنين ثلاثه مع الفول الترويقة عملنا بكذا طريقة تقديم أنا إن شاء الله شوفكن التلاتة إن الله راد أوكي بمطبخ انترناشونال والأحد من هلأ عم قلكن الأحد عنا مفاجأة حنجيب حدا اختصاصي لكل العالم اللي بيحبوا المفتقة المفتقة البيروتية أوكي هاي الشباب كلها هوني المفتقة 100% حنجيب حدا اختصاصي نعمل المفتقة من آلة زاد
لانه بدها تقريبا شي 3 ساعات حرك، فكلكم انتم اللي عم تقولوا ايه ايه تعالوا لتحركوا، عرفتوا كيف؟ نهار الاحد نهار الحرك. شكرا لكم، كان نهار كثير مليء بالفرح. أيه. وبلشني بوزولك بكل هالوصفات. ثانك يو لكم. ميرسي لك شيف عبد الله. مشاهدينا بتمنى لكم بقيه نهار كثير حلو ان شاء الله تقضوه، وبكره عالم الصباح الساعه 10. I've been through the desert on a horse with no name. Felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name. Cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. My skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed.